ما بتعزيز الوحدة الوطنية وللمحافظة على سلامة الوطن وحمايته، افتتح أسبوع وحدة وطن بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية. العناصر المشاركة في حفل وحدة وطن تمثل شريحة من شرائح الوطن العاملة على رفعته وسلامته وحمايته، وهو الأمر الذي يؤكد أن حاضر كويتنا الحبيبة بفضل الله تعالى قوي وسليم كما كان ماضيها وما سيكون عليه مستقبلها بإذن الله. الهدف من مشاركتنا هو توعية الجمهور بالشروط الوقائية اللي لازم تتوافر في المنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة. طبعا احنا لنا الشرف ان تكون لنا هذه المشاركة بحيث ان احنا نقدم شروط السلامة في المباني والمنشآت الحكومية والخاصة. الفعاليات صاحبها معرض يقدم الإرشادات عن الخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة بجانب الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بطبيعة عملهم. وزارة الإعلام دائما نبين الوجه المشرق حق الكويت، ودائما نحط الإصدارات اللي تبين شنو داخل الكويت، شنو يعني الجانب المشرق، شنو مساهمة الكويت يعني للخارج، معلومات كاملة عن الكويت. في إدارتين معانا مشاركين، إدارة النافذة الواحدة وإدارة التمويل. نبين شنو الوزارة اللي قاعد تقدم للمواطن والوطن. يعني إدارة النافذة الواحدة تقدم تسهيلات بخصوص تأسيس الشركات، خلال 3 أيام تم تأسيس الشركة، وإدارة التمويل الخدمات اللي تقدمها الوزارة للمواطنين من الدعم بخصوص التمويل والمواد اللي تقدمها للمواطن. وحدة وطن يبرز إنجازات أبناء وبنات الكويت في مختلف المجالات، ويعمل على توحيد جميع الجهود لخدمة الوطن ورفعته. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.